جان بيير من عمر 8 سنين بلشت العب جمباز، كنت العب كونغ فو، اخذ بطولات عديده وتعسم وقتي بين كونغ بين المدرسه وبين سبور بين رياضه بين عزب شوي اهلي وهيك زبط كنت حالي اشتغل وادرس واتمرن بنفس الوقت. بليله 9 حزيران 2018 لما كان البطل جان بيير عم يستعد لعرض بأحد الأعراس، تعب حل عليه وصار مع جان بيير يلي ما كان حدا بيتوقعه. رحت على الزفة وكان في برا قبل ما فوت ترامبولين، قلت أنا إنه بحمي بدل ما حمي على الأرض بحمي على الترامبولين، فطلعت على ترامبولين، قلت أنا بحمي على الترامبولين، طيب حمي على الأرض عم بعمل حركة أنا بعملها على الأرض، يعني بالنسبة لي ما بلاقي أبدا قدرة. لسوء الحظ وللمشاكل اللي قطعت فيهم فقدت وزني بالجو أنا عم ببرم وقلبت، ما حسيت حالي كيف قلبت وصار معي هالحادثة اللي غيرت لي حياتي 180 درجة. بهيدي اللحظة جان بيير شو صار معك بالضبط؟ أنا بس فقدت وزني بالجو وقلبت ما انشلت حركتي، بطلت حاسس شيء بجسمي، ولا عارف اذا قلبت على رقبتي ولا عارف اذا صارت معي بالجو ام قلبت على الحديده ام على الترامبولين. ما فكرت غير شفت رفقاتي كلهم جمعوا حوالي، قلت لازم اخبر اهلي باللي صار معي. حافظ رقم امي، قلت له لرفيقي جيب لي تليفوني من شنتي واطلبها، انا بالوقت خلص بطلت حاسس بشيء ولا كنت عم بقدر احرك حالي. دقيت لامي قلت لها انا انشلت دغري. شفت التليفون اتصال من جان بيير، رديت قال لي ماما انا انشلت. هون حسيت الدنيا كلها انقلبت يعني. والله العظيم ولا مره ما فكرت ثاني بحالي، انا ان شاء الله ما اكون انشلت كرمال اهلي. وإذا انشلت ما تقولوا لهم أنا انشلت، لو أنا قلت لها إياها لأمي. جان بيير وصلتوا على المستشفى، شو كنت أكثر شيء عم تراقب حواليك؟ شو كنت عم تسمع؟ شو كنت عم تشوف؟ وصلت على المستشفى بلقيت أهلي كلهم صاروا يوصلوا، وصلوا أهلي، رجعوا وصلوا عمومتي، رجعوا وصلوا رفقاتي. قلت لها العالم من وين عم تجي وليش هالقد عم يجوا؟ عرفت انه خيي اجا، عرف باللي صار معي، عمل كريزة، خبروا انه خيك هيك هيك صار وعمل كريزة، وبس شف العائلة كلها مجمعة يمكن فكر لا سمح الله اني متت. نحن بس وصلنا على المستشفى كنا اول صدمة انه ما بقى عم بيحرك شيء، بس الحكيم عم بيفحصه، انا واخواتي وكل العائلة كنا وصلنا داست سو، قال ما عم بيحرك شيء، يعني اجمالا شلل رباعي. رح نفوت على الصورة بنطمن بيننا أكتر. هون الصدمة بس عملوا الصورة الـ ERM بينت إنه مضروبة دودة الظهر وممعوسة كتير، وصرنا نقول له بس طمنا بيرجع يمشي، قالنا بصراحة إنه ما بقى يرجع يحرك شيء. ضايقت كتير سوى الفوتو، عالم يفوتوا يطلعوا يفوتوا يطلعوا، يسألني فوت حكيم قال لي شو حاسس بشو حاسس؟ قال لما الجسم مش حاس بشي يصير يدسسني، ما في احساس غير تنميل. فوت بيي اطلع فيه لقي ما منه متضايق، يعني عم يفرجيني انه ماني متضايق كرمال ما يحسسني شو صاير، ما يطمن بالي. تفوت امي قال لها شو بكون؟ تقول لي ماشي، بس اجوا كلهم يطمنوا عليك وان شاء الله بتقوم. هلا كنا عم نجرب ما نتضايق، يعني نكبت نخليها بقلبنا، بس نظهر من الأوضة ندي نبكي نرجع نفوت نقوي حالنا تا ما يحس بشي. وهو كمان بلحظتها كان متضايق علينا، يعني هو مخيفين انه نحنا قدام بدنا نكون متضايقين انه ابننا صار فيه هيك. تفوت رفيقتي تقعد حد تمسك لي ايدي، ماني حاسس بايدي انا، بس انه بعرف انه خلص تبعت، شفتها مسكت لي ايدي وشفتها هيك دمعت شوية للشبكة، ما بتعرفيني أنا ضرب المستشفى، يعني أنا كل ما عطولي يصير معي قصص افكش إجري، قلت لها شبكة ما أنا بضرب المستشفى هلا بقوم ما بيني شيء وهيك. يمكن أنا عارف حالي شو بني، بدي هون على العالم، يمكن فتت
بضياع تام، بطلت اعرف شيء حوالي شو صاير. بلحظتها تلخبطت الامور كلها. لحظتها جان بيير كنت عم تقول انه هيدي المره عرضيه، او كنت حاسس انه هيدي المره غير؟ لا والله كنت طلع اسمع انه قلت لي، قلت لها لامي انا انشلعت، بس بالمستشفى قلت لا انه خلص معنا على طول بصير معي هيك قصص. برجع بقوم بتنمل اوقات، واحد بياكل ضربه قويه بنمل بيرجع بحس طبيعي، بياكل ضربه على العصعوص بصير معه شيء، بنمل بيرجع بيقوم طبيعي. انا قلت هيك معقول كثير يصير معي، يعني انا ما بعرف حدا مشلول من قبل، ولا طعت فيها ولا عامل سيرتش عن واحد شو بحس. بس ان شاء الله امتى حسيت انه الوضع اخطر من يلي انت براسك، يعني منه مجرد شيء عرضي هالمره ورح يقطع؟ عملت العمليه وراح نفسي، كنت متضايق كثير وقتها، يعني انا ذاكر بالاوضه وقتها انا عملت العمليه، بعد 5 ايام راح نفسي، ذاكر كل شيء صار معي بالاوضه، قد ايه تضايقت، قد ايه نفسي، قد ايه را يعني ما عم بقدر اتنفس. ذاكر بي فات، سو بي رح موت مش عم بقدر اتنفس، قال لي خلص ما تحت الهم، الحكيم وصل ولقيت يمكن خيبت عن الوعي، يمكن بنجوني. جون بيير بعد 5 ايام راح نفسه، لو ما بالمستشفى وبالسوان وراح النفس كان مات. يعني صعبة انا اقولها بس انه هاي الحقيقة، لان ضربة كتير قوية. خبرني كيف وصلوا لك الخبر ومين كان موجود وكيف انت تلقيته؟ كل شخص كان عم يفوت بين امي بي مامتي، لانه كانوا يعني كان العرس موجود في مامتي وقت نزلوا، فكلهم كانوا مامتي. خليتي كان بعد ما معه خبر بشي، فاتوا كلهم بده يقولوا لي انت رح ترجع مثل قبل. لفت حكيم رفيقنا قال لي ليك كلهم عم بيقولوا لك شيء، انت انشلعت وبدك تتاقلم على حياتك مثل ما انت. قلت له بي اذا حدا هيك او وصلي ما بدي اعيش. هيدي جرحتني يعني، يمكن وقتها وقفت الحياه عندي، ما استوعبتها للخبريه، يعني شيء كثير اكبر من انه انسان يستوعبه. جان بيير كله حياه وفجاه وقفت حياته هون. جان بيير عرفت انه انت هلا حياتك حتكون مختلفة بكل شيء، يعني مبارح مش مثل اليوم. كنت جاهز لهيدي الحياة اللي أنت بدك تفوت عليها؟ أنا بكلمة علقت براسي بيقولوا استراحة البطل. وقتها لبت أنا قلت شغلي بس قلت بالبيت إنه رفقاتي لهلا اللي أنا عشته وأني ما عم بيعيشوا، يمكن لبعد 10 سنين ما حدا يعيشوا، لأنه عشت حياة متواصلة 24 24، يمكن النوم كان فيها ساعتين، الراحة لإلي كان فيها ساعتين، فبدي أتأقلم مثل ما أنا. وهي صعب مش إنه أنا أتأقلم، إنه العالم اللي تعرف علي هي تتأقلم إنه أنا كيف، وتتعود علي مثل ما أنا، وتحبني مثل ما أنا، وما تحس بشفقة لأنه أنا ما بشفق على حالي، تعودت على حالي مثل ما أنا وخلص هي. Thank you.